رولا. العنف الأسري هو تلك التصرفات المسيئة والصادرة من قبل أحد الشريكين أو كليهما في العلاقة الزوجية أو الأسرية، وما يزيد من خطورة هذا النوع من العنف أن القوانين التي تجرمه ما تزال إما غائبة أو غير فعالة في عالمنا العربي. وفي ظل الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية، يظل العنف الأسري بشتى أنواعه أمرا عائليا بحتا، ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته، وفي حال تم ذلك غالبا ما يفلت الجاني من العقاب. يشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع، فهو من جهة يصيب الخلية الأولى في المجتمع بالخلل، مما يعيقها عن أداء وظائفها الاجتماعية والتربوية الأساسية في أحسن الأحوال، وغالبا ما تكون المرأة الطرف الأضعف في العنف الأسري والأكثر تضررا. ففي مصر مثلا، تناولت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث، تناولت أشكال العنف الذي يطال المرأة وصنفته ضمن ثلاث عناصر، وهي العنف الاجتماعي والعنف المؤسساتي والعنف الأسري. ووجدت الدراسة أن العنف الأسري هو أكثر أشكال الممارسات العنيفة في المجتمع المصري، سواء كانت أما أو زوجة أو ابنة. ويتجلى هذا العنف في أشكال مختلفة كالضرب وسوء المعاملة والسخرية والتهديد المستمر بالطلاق. ورغم أن العنف الأسري يعد أحد أكثر الجرائم انتشارا في المجتمع المصري، إلا أن الإحصائيات بخصوصه شحيحة، ولا توجد نصوص قانونية تجرمه حتى الآن. خليجيا، في البحرين مثلا، يشير المركز الوطني لحقوق الإنسان البحريني إلى أن 30% من النساء يواجهن عنفا أسريا، ومن النادر جدا أن تلجأ النساء لمقاضاة الجاني خوفا من أن يتم وصمهن اجتماعيا. أما في العراق، لا تجرم القوانين العراقية هي الأخرى العنف الأسري، وغالبا لا يتم التبليغ عن هذه القضايا بسبب العادات القبلية السائدة، وفي حال التبليغ لا يجري إيقاع أي عقوبة بحق الجاني. في لبنان، ورغم إقرار البرلمان قانون الحماية للمرأة والأسرة من العنف الأسري، إلا أنه لا يوفر الحماية الكافية للمرأة، حيث تتزايد أعداد النساء اللواتي يلقين حتفهن بسبب العنف الأسري، وهي جرائم غالبا ما يكون سببها الزوج أو الأخ أو الأب. وفي هذا الخصوص، سجلت جمعية كفا الحقوقية اللبنانية 6 جرائم قتل ضد النساء من قبل أزواجهن منذ بداية العام الحالي، بينما وقعت 5 جرائم مماثلة في عام 2016 و8 جرائم قتل في عام 2015. إليك رولا.